السلام عليكم باشمهندسين، هنبدأ مع بعض دلوقتي نشوف الاكزامبلز الخاصة بالتشابتر 3 عندنا. وهنا البروبلمز هنحلها على أكتر من فيديو، بحيث كل فيديو يكون قصير وبيشمل المسائل الخاصة بجزء معين. هنا أول فيديو دوت هيكون فيه 3 مسائل اللي هنتكلم فيهم عن الموضوع بتاع الثيرمال ريزيستنس كونسبت عندنا. لو جينا نبص في اول اكزامبل عندنا اللي هو بعنوان هيت لوس ثرو ا وول، بيتكلم ان انا في عندي تقريبا 3 متر هاي 5 متر وايد 0.3 متر ثيك وول. الثيرمال كوندكتيفيتي الكي بتاعتها مديها لي 0.9 وات بير متر سيليزيوس. قال لي اون ا سيرتن داي في يوم من الايام التمبريتشر بتاعت الانر والاوتر سايد للوول لقينا ان هي 16 ديجري سيليزيوس 2 ديجري سيليزيوس. عاوز يحسب الريت اوف هيت لوس خلال الوول في اليوم دوت. فلو جينا كده في الاول نوضح، ممكن نيجي نرسم الرسمه بتاعتنا. فهو بيتكلم ان انا مثلا عندي وول، يعني عندي ادي كده مثلا حيطه بالمنظر دوت، الحيطه ديت وهو مكملها لنا ادي كده بقيه الوول بتاعتنا. الدايمنشن بتاعت الوول قال لي ان الارتفاع بتاعها 3 متر، يبقى احنا بنتكلم ان الارتفاع 3 متر. العرض بتاع الحيطه ديت ب 5 متر، يبقى ادي الطول اللي بيمثل العرض 5 متر، والثيكنس بتاع الحيطه ده كده الطول اللي بيمثل الثيكنس بتاع الحيطه 0.3 متر. الاطوال كلها عندي بالمتر، مش محتاج ان انا احول اي حاجه. عاطيني القيمه بتاعه الكي بتاعه الحيطه ديت بال 0.9 وات لكل متر ديجري سيليزيوس، برده الرقم باليونتس الاس اي يونتس مظبوطه. في مره كان الانر والاوتر تمبريتشر 16 و2، يبقى انا لو هفترض ان هنا مثلا الوول دوت ده التي 1 اللي هو كان ب 16 ديجري سيليزيوس، يبقى الوول اللي هو الناحيه الثانيه دوت ده هيكون ب 2 ديجري سيليزيوس. عاوز يحسب الكيو. يبقى لو هنبدا كده نبص على الحل بتاعنا، لازم هنبدا بالاول نعمل ايه الاسامبشنز الموجوده عندنا. فانا هفترض او هعمل كده في الاول الاسامبشنز بتاعتي. نمره واحد ان انا عندي العمليه بتاعتي ديت ستيدي ستيت. نمرة 2 ان العملية بتاعت الهيت ترانسفير ديت هي وان دايمنشنال. نمرة 3 ان انا عندي كونستنت بروبرتيز، الكي اللي هو مديها لي ديت ثابتة مش فانكشن في التمبريتشر. والحاجة الرابعة ان مفيش جنريشن، مفيش اي هيت جنريشن موجودة عندي. الكلام دوت لو هو فعلا يقدر ان هو يتطبق، فانا اقدر اقول ان انا عندي الكيو زي ما قلنا هي عبارة عن دلتا تي على الار. طب انا هنا مفيش الا عندي 2 تي بس، يعني التمبريتشر وريزيستنس واحده، ادي هنا ديت تي 1 وهنا ديت تي 2 وهنا عندي ريزيستنس واحده، يبقى هنا كاني بطبق القانون بتاع فوريير بشكل يعني بسيط جدا، تمام؟ ولكن بنحاول بس ان احنا نتعود على الصوره الثانيه في ابسط الصور بتاعتها. يبقى انا لو قلت ان الدلتا تي هي عباره عن التي 1 ماينس التي 2، يبقى هاخد الريزيستنس بين التي 1 والتي 2 اللي هي الريزيستنس بتاعت الكوندكشن خلال الثيكنس بتاع الوول. تي 1 ماينس تي 2 فدي هتكون 16 ماينس 2، الريزيستنس بتاعت الكوندكشن هتكون ال على الكي في الاي. طيب ال اللي هي الثيكنس اللي هي هتكون عندي ال 0.3، الكي اللي هي موجوده عندي خلاص بال 0.9، والاريا الهيت ترانسفير اريا اللي هي هتكون عباره عن الثلاثه مضروبه في الخمسه. الاريا بيربنديكولار على الهيت ترانسفير دايركشن، فلو ده الدايركشن اوف هيت ترانسفير فادي الاريا اللي هي البيربنديكولار عليه. لو احنا عوضنا بالكلام دوت اقدر ان نحسب الكيو، هلاقيها بتساوي 630 وات، وهو دوت المطلوب مننا في المساله دي. هي بالظبط القيمه اللي هجيب لو انا عوضت القانون بتاع فورير ان الكيو بتساوي نيجاتيف الكي في الاي دي تي باي دي اكس، هيطلع نفس القانون عندنا. لو جينا نبص على تاني اكزامبل عندنا اللي هو بعنوان هيت لوس ثرو سنجل بين وول، هو هيفترض ان انا في عندي 0.8 متر هاي 1.5 متر وايد جلاس ويندو، عندي شباك ازاز وادي الدايمنشن بتاعته واعطيني الثيكنس بتاعته ب 8 متر. وخد بالك هنا ان هو معطيه الثيكنس بال سوري 8 ملي متر، واعطيني قيمه الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعت الجلاس ويندو بال 0.78. عاوز يحسب قيمه الستيدي ريت هيت ترانسفير خلال الجلاس ويندو ديت، يبقى ده كده اول مطلوب. وعاوز يحسب التمبريتشر بتاعت الانر سيرفيس بتاعه خلال لو كانت الاوضه كانت موجوده عند 20 ديجري سيليزيوس، واعطينا التمبريتشر بره خالص هي نيجاتيف 10 ديجري سيليزيوس. وهيفترض ان احنا هنتعامل مع الهيت ترانسفير كوفيشنت على الانر سايد ب 10 وات بير متر سكوير سيليزيوس والاوتر سايد 40 وات بير متر سكوير سيليزيوس. وقال لك ان الاتش ديت انكلودز الافكتس اوف راديشن، عشان محدش يتلخبط ويقول هو بانه ميكانيزم عندنا.
لو جينا في الاول نعمل الرسمه بتاعتنا، يبقى ادي عندي المنظر مثلا بتاع الول اللي موجود، هو مديني ان الطول بتاعه 0.8 متر هاي، يبقى الطول بتاعنا بالكامل 0.8 متر هاي. العرض بتاعه اللي هو داخل كده على جوه ده 1.5 متر، يبقى دي كده العرض بتاعه، وعطيني الثيكنس بتاعته ديت ب 8 مللي. طبعا يفضل ان احنا نحول بالاس اي، يبقى عندك 8 هتكون 10 to the power negative 3 متر. واعطيني الكي بتاعتنا بال 0.78، يبقى برضو من الحاجات اللي مديها لي ان الكي بال 0.78 واليونتس بتاعتها مظبوطه وات بير متر ديجري سيلسيوس. قال لي ان التمبريتشرز الموجوده عندنا جوه هنا الاوضه، لو دوت مثلا او مثلا ده الانر سايد بتاعته، فهنا موجوده عندك كده روم الاوضه، فالتمبريتشر بتاعت الاوضه ديت ب 20، يبقى ممكن نسمي ديت تي انفينيتي 1 بتساوي 20 ديجري سيليزيوس، وبره التي انفينيتي 2 بتساوي نيجاتيف 10 ديجري سيليزيوس، يبقى في هيت هتتنقل عندنا من الهاي لللو تمبريتشر بالدايركشن ده. واعطيني قيمه الهيت ترانسفير كوفيشنت الاتش 1 ب 10، واعطيني كمان الاتش 2 هنا بتساوي 40. اللي هو طالبه مننا في المساله ديت لو جينا كده نبص على الريكوايرد عندنا، فريكوايرد ان هو يحسب الكيو، عاوز يحسب الريت اوف هيت ترانسفير الموجود عندنا، وكمان عاوز يحسب التمبريتشر على الانر سايد، عايز يحسب التي 1 اللي هي التمبريتشر هنا دي كده بكام. هنبدا الحل بتاعنا في الاول ان احنا نقول الاسامبشن بتاعتنا. فاحنا عندنا الاربعه اسامبشنز هم موجودين، ان المساله بتاعتي ستيدي ستيت، المساله بتاعتي هي وان دايمنشنال هيت ترانسفير، مفيش جنريشن، البروبرتيز الثيرمال بروبرتيز عندنا ثابته زي الثيرمال كوندكتيفيتي. طب انا القانون بتاعي بيقول بتاع الثيرمال ريزيستنس ان الكيو دي عباره عن دلتا تي على الار او على سمشن الار، اي دلتا تي موجوده عندنا. انا هنا ما عنديش الا تي انفينيتي 1 والتي انفينيتي 2، يبقى اقدر اقول الدلتا تي دي خلاص امرها محلول، يعني هي عباره عن التي انفينيتي 1 ماينس التي انفينيتي 2. المشكله بقى في السمشن بتاع الار، هنا هيكون عندي كام ار؟ لو جينا كده نرسم الثيرمال ريزيستنس بتاعتي، فهلاقي ان لو النود دي بتمثل التي انفينيتي 1، يبقى انت في عندك هنا ار واحد لحد ال T1، ومن ال T1 سي مثلا لحد ال T2 موجود عندك R2، ومن ال T2 لحد ال T-Infinity 2، فانت في عندك هنا ال R3. يبقى summation ال R اللي احنا بنتكلم عليه هنا هو عبارة عن ال R1 plus ال R2 plus ال R3، هو دوت كده summation ال R اللي موجود عندي. طيب يبقى انا دلوقتي لو حاجة اعوض في المسألة دي عشان احسب ال Q، يبقى انا ببساطة عندي ال T-Infinity 1 ماينس ال تي انفينيتي 2، يبقى دوت كده اول جزء في الحل بتاعي، تي انفينيتي 1 ماينس ال تي انفينيتي 2 هيكون عباره عن ال 20 نيجاتيف نيجاتيف ال 10، يبقى احنا هنا بنتكلم في 30 ديجري سيلزيوس. فيبقى النقطه دلوقتي بقى ان احنا ازاي هنحسب ريزيستنس الموجوده عندي ديت. لو جينا كده نبدا واحده واحده فيهم، انا عندي دلوقتي عشان احسب الار 1، الار 1 دي هتكون عباره عن ريزيستنس بالكونفكشن اللي بتحصل في السايد اللي هو جوه الاوضه دوت، واحنا عارفين ان الريزيستنس بتاعت الكونفكشن واحد على ال H1 في ال A، يبقى عبارة عن واحد على ال H1 اللي هو عبارة عن العشرة، والاريا اللي احنا قلنا ان هي عبارة عن ال 0.8 مضروبة عندنا في ال 1.5، يبقى انا كده اقدر احسب الريزيستنس بتاعت الكونفكشن هتطلع بال 0.0883 ديجري سيليزيوس بير وات، يبقى دي كده R1. طيب عايز احسب بقى ال R2 دي بتاعت الكوندكشن، يبقى هتكون عبارة عن ال L على ال K في ال A، ال L ال 0.008 اللي هي ال 8 مللي بعد ما اتحولت للمتر، والكي طبعا احنا عارفين ان هي عباره عن ال 0.78، والاريا ما زالت ال 0.8 مضروب في الواحد ونص، فيبقى هيطلع عندي كده ريزيستنس بتاعت الكوندكشن ال 0.0085 ديجري سيليزيوس بير وات. ولو عاوز تحسب ال R3 فال R3 برضو دي عبارة عن convection، يبقى واحد بس المرة دي على ال H2 في ال A، يبقى هتكون واحد على ال H2 40 في ال area ال 0.8 مضروب في الواحد ونص، فهيطلع عندي resistance بتاعت ال convection ال 0.02 0.8 degree celsius per watt. summation ال R اللي موجودة عندي هيبقى عبارة عن مجموع كل ال R's الموجودة ديت، يبقى احنا اقدر اقول summation ال R تقريبا هيطلع بال 0.1127 ديجري سيليزيوس بير وات. يبقى انا كده عندي ال تي انفينيتي 1 ماينس ال تي انفينيتي 2 عندي سميشن ار، فاقدر اقول ان انا الكيو هتكون عباره عن ال 30 على ال 0.1127، يبقى اقدر احسب الكيو هتطلع عندي تقريبا 266 وات.
فده كده المطلوب الاولاني الموجود عندنا في المساله ديت. المطلوب الثاني عاوز يحسب بقى الكيو 1. خلاص طالما دلوقتي حسبت كيو اقدر احسب اي تمبريتشر عندي، فانا اقدر اقول دلوقتي ان الكيو اللي انا لسه حاسبها ديت هي عباره عن التي انفينيتي 1 مثلا ماينس التي 1 على الار 1 بس، يعني مش محتاج بقى اكتر من كده. فانا خلاص عندي الكيو 266، عندي الار 1 انا لسه حاسبها بال 0.083، تي انفينيتي اللي موجوده عندي ب 20، يبقى انا اقدر احسب الموضوع دوت وهيطلع عندي التي 1 نيجاتيف 2.2 ديجري سيليزيوس، وهو دوت المطلوب الثاني في المساله ديت ان هو يتحسب. اخر اكزامبل موجود معانا، الاكزامبل بيقول هفترض ان انا عندي 0.8 متر 1.5 متر هاي 0.8 متر واي هاي 1.5 متر وايد دبل بين ويندو. الويندو ديت هي عباره عن 2 4 ملم ثيك لايرز من الجلاس، واعطيني قيمه الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعته سيبريتد باي 10 ملم وايد ستاجننت اير سبيس، واعطيني قيمه الكي بتاعته. الكلام دوت بيقول لك ايه؟ خلينا كده نرسم عشان نتخيل المنظر دوت. يبقى الشكل هنا هو بيقول ان انت عندك ويندو، عندك ويندو موجودة، بس الحقيقة هي الويندو ديت طبقتين، هي مش طبقة واحدة. فادي كده الويندو اللي موجودة عندك، الواحدة من دولت الطول بتاعها 0.8 متر هاي، والعرض بتاعها اللي هو داخل جوه هيكون بواحد ونص متر، والثيكنس بتاعتها 4 ملي. يبقى ديت 4 ملي وديت هنا 4 ملي. الفكرة بقى اللي موجود في النص ما بينهم، ان بين الاتنين دولت موجود عندك اير، والاير دوت استاجننت ثابت، فعشان كده هو مدي لك قيمة الكي بتاعته. وهنا دوت المسافة اللي بين الاتنين ويندو هي 10 ملي. عاطيني الكي بتاعت الجلاس الموجودة عندك بال 0.78، يبقى الكي اللي موجودة هنا 0.78، الكي اللي موجودة هنا 0.78، وعاطي لك الكي بتاع الاير دوت 0.026. بقيه المساله بيقول لك هو عاوز يطلب الستيدي ريت اوف هيت ترانسفير خلال الدبل بين ويندو ديت. لو كان الانر والاوتر تمبريتشر بتاعتها كان 20، او كانت هي مثلا موجوده في اوضه كانت الروم ديت مينتين ان 20 ديجري سيليزيوس، يبقى احنا هنا لو هنتخيل دي مثلا الاوضه بتاعتنا، فانا عندي ان التي انفينيتي 1 مديها لي ب 20 ديجري سيليزيوس. يبقى لو هنتخيل ان هو دوت اوت دورز اللي موجوده عندي، فانت عندك التي انفينيتي 2 كانت بتساوي نيجاتيف 10 ديجري سيليزيوس، وبرضه اعطيني ال H1 هنا ب 10، واعطيني ال H2 هنا ب 40. هنبدا الحل بتاعنا برضه بالاسامبشنز اللي احنا عارفينها، الاربع اسامبشنز. يبقى انا عندي ستيدي ستيت، عندي كونستنت بروبرتيز، مفيش عندي جنريشن موجود، والمساله بتاعتي ديت هي وان دايمنشنال هيت ترانسفير. لو جيت عايز ارسم الثيرمال ريزيستنس، فانا المره دي هيكون عندي 5 ريزيستنس. يبقى انا عندي سي، لو هفترض ان ديت مثلا هنا التمبريتشر تي 1 عند السايد دوت، هنا التمبريتشر تي 2، هنا تي 3، هنا تي 4. فيبقى انا عندي من التي انفينيتي 1 لحد التي 1 ريزيستنس، من التي 1 للتي 2 ريزيستنس، من التي 2 للتي 3 ريزيستنس، من التي 3 للتي 4 ريزيستنس، ومن التي 4 للتي انفينيتي 2 ريزيستنس. يبقى تعالى نحط هنا درجات الحراره، ادي التي انفينيتي 1، التي 1، التي 2، التي 3، التي 4، وادي التي انفينيتي 2. عندي ريزيستنس 5، ادي الار 1، الار 2، الار 3، الار 4، الار 5 اللي موجودين عندي. انا مطلوب في المساله احسب الكيو، برضه انا ما عنديش غير التي انفينيتي 1 والتي انفينيتي 2، يبقى هاخد الدلتا تي انفينيتي 1 ماينس التي انفينيتي 2 على سميشن الار. تي انفينيتي 1 ماينس التي انفينيتي 2 ده زي المساله اللي فاتت هيطلع بال 30، عايز اجيب سميشن الار، يبقى هيكون عباره عن الخمس ارات اللي موجودين عندي دول. طيب تعالوا كده نحسب واحده واحده فيهم. انا عندي الار 1 يبقى عباره عن 1 على الاتش 1 مضروبه في الاريا، يبقى عباره عن 1 على الاتش 1 اللي هي ب 10، والاريا ال 0.8 مضروبه في ال 1.5. يبقى انا كده هحسب الار 1 زي ما كنت احسبها في المساله اللي فاتت 0.03 ديجري سيليزيوس بير وات. هكمل عندي عشان احسب بقيه الار، يبقى هحسب مثلا الار 2. الار 2 عندنا هنا هي الار 4 بالمناسبه، اللي هي عباره عن ال L على الكي في الاي للجلاس. يبقى ال 0.004 الاثنين عندهم نفس الاي، ادي كده الار 2 موجوده هنا والار 4 موجوده هنا، الاثنين عندهم نفس القيمه بتاعه الثيكنس اللي هي 4 مللي، بس انا هحولها لمتر. الكي بال 0.78، والاريا موجوده عندي ال 0.8 في ال 1.5. يبقى ادي كده
اقدر اقول ادي الار 2 او ادي الار 4 اللي موجود عندي هتساوي ال 0.004 3 ديجري سيليزيوس بير واتس. فاضل ان انا احسب الار 3 دي بتاعت الكوندكشن بتاعت الهواء اللي موجود في النص ال على الكي في الاي، يبقى ال دي هتكون ال 10، بس دي 10 مللي فمقسومه على ال 1000 تمام، او اللي هي نقدر نقول ال 0.01، يعني الكلام ده بيساوي ال 0.01 متر. الكي بتاعت الهواء ال 0.026، وبرده الاريا ال 0.8 في الواحد ونص، يبقى انا اقدر كده اجيب الار 3 عندي في الهواء اللي هي عباره عن ال 0.32 ديجري سيليزيوس بير واتس. اخر ريزيستنس موجوده عندي ار 5 الكونفكشن اللي بره، 1 على الاتش 2 في الاي، دي هتكون عباره عن 1 على ال 40 في ال 0.8 في ال 1.5، هيطلع زي ما كانت موجوده عندنا في المساله اللي فاتت 0.02 ديجري سيليزيوس بير واتس. يبقى حجم الاربع او سوري الخمس قيم بتاعت الارات اللي موجوده عندي، تنساش ان ديت دي قيمه الار 2 والار 4 تمام، فيبقى انا كده هيكون عندي سميشن الار تقريبا القيمه بتاعته 0.43 ديجري سيليزيوس بير واتس. يبقى انا لو عايز احسب الكيو دلوقتي اقدر اقول الكيو عباره عن ال 30 على ال 0.43، يبقى هيطلع عندي الكيو تقريبا ب 69.2 وات، وهو دوت المطلوب عندنا في المساله. طبعا من بعد ما حسبت القيمه بتاعت الكيو اقدر اجيب بقى التي 1 بكام، اقدر اجيب التي 2 بكام، التي 3، التي 4 زي ما انا عاوز، ما عنديش اي مشكله في الحسابات ديت بعد كده. ده كده نهايه الفيديو الاولاني واللي هو الخاص بالمبادئ او البيزكس بتاعت الثيرمال ريزيستنس كونسبت، وهنكمل ان شاء الله باقي المسائل في الفيديوهات الجايه.